دونك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بالجميع في حصة جديدة سأقدم لكم فيها موضوع أو تمرين كما سبق الإشارة إليه في فيديوهات سابقة يتعلق بالأعداد العقدية المستوى الثاني بكالوريا. الموضوع أمامكم قراءة بتأني ثم الإجابة عن مختلف الأسئلة. إذن فيما يخص هذا التمرين، voilà, on vous donne un plan complexe rapporté à un repère orthonormé. On vous donne des nombres complexes ou bien des points d'affixe respectifs ZA, ZB et ZC. La première question, donnez une forme trigonométrique de nombres ZA, ZB, ZC. Placez les points A, B, C. On vous donne, on prend Z égale. Déterminez le module de Z et l'argument de Z. Et on déduit la nature du triangle. دونك فوالا هذه هي الاسئله العاديه التي تقترح في مثل هذه التمارين. اذا فيما يخص السؤال الاول، دونك دوني لا فورم تريغونوميتريك، جو في ريبوندر ايسي. دونك عندنا بالنسبه لزد ا فوالا ايغال 2 موان 2 اي راسين دو 3، اي فوزافي زد بي ايغال 2 بلس 2 اي راسين دو 3، اي اون فو دون زد سي ايغال 8. الوغ لا فورم تريغونوميتريك يعني الشكل المثلثي. اذا بعض الطلبه لانه تلاحظ انا هذه تلاحظ ملاحظه، وهو انه مثلا بغيت يخدم الموديل دو زد ا غيديرها لك هذه الطريقه، هذه غيدير 2 او كاري بلس 2 غاسين دو 3 او كاري يفا شيرشي لو موديل. ولكن هذا الامر هذا ربما يقدر يغلط فيه، يقدر يستغرق ليه بعض الوقت معين. ولكن الا كانت كي غادي فوالا سيفي دو فيغ زد ا اون متر اون دو اون فاكتور باسكو فوزافي دو ان موان اي غاسين دو 3. الوغ لا الي بلو سامبل دو دير كو لو موديل دو زد ا بويسك ساجي دان برودوي دو دو كومبلكس، يعني هو جداء عددين عقديين، هو المعيار ديال جوج في المعيار ديال ان موان غاسين دو 3 اي. دونك هذا سي 2 فوا 2 دونك سي بيان ايغال ا 4 اي سي تري سامبل. اذا بالنسبه لارغيمون ديال زد ا دونك سي كوا، سي لارغيمون غتكون سي ديال 2 بلس ارغيمون ديال 1 موان اي غاسين دو 3. الوغ فو سافي بيان سور كومون كالكول لارغيمون، دونك 1 موان اي غاسين دو 3 سي كوا، سي 2 1 demi moins i racine de 3 sur 2, c'est-à-dire c'est 2 cosinus de quoi? Il ne faut pas oublier que vous avez un sinus ici négatif, donc c'est cosinus de moins pi sur 3 plus i sinus de moins pi sur 3 fois i. Donc je dis tout simplement que l'argument de ZA, l'argument de 2 c'est 0, il me reste seulement l'argument d'IL. هذا ان موان غاسين اللي هو موان غاسين 3 دو زد ا. دونك جو بو ليكريغ كوم ايتون فوالا 4 موان هنا ايسي موان بي سو 3. دونك سا سي لا فورم تريغونوميتريك او الشكل المثلثي. الان بالنسبه لزد بي، اذا هناك بعض الطلبه اللي غادي يمشي ثاني غايدير نفس الخدمه وغادي يعطل راسو بلا 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 سبب، لان الملاحظه هو ان زد بي تلاحظ بان هي زد ا بار. دونك تو سامبلومون جو سي نطبق العلاقات او اللي عندي في الدرس، وهو ان المعيار ديال زد زد ا زد ا بار راه هو المعيار ديال زد ا، ولارغيمون ديال هذا هو ناقص لارغيمون ديال، يعني هي بي سور 3 تو سامبلومون. بالنسبه لزد سي ايتان نومبر غيال، دونك هذه سي المعيار ديالها هو نفسه، لارغيمون سي زيرو موديلو دو بي، فوالا تو سامبلومون بلا سون بيردر اسي دو طون. إذا فيما يتعلق الكيستيون الثاني هو بلاصي لي بوان ا بي سي. إذا بالنسبة لي بوان ا بي سي، جو سي كو لو بوان ا إلي دو موديل 4 إي دارغيمون بيان سور دارغيمون موان بي سور 3 سي بيان سا. دونك ما معنى هذا؟ إذا إلا خديت المعيار ديال زد ا غاسين 1 بلس 3 سي 2 سي 4 وي سي بيان سا. دونك الى غادي نخصني ندوا جو دو بروندر واحد المعيار 4، اذا نعتبره باش نصغر هذا الاجتماع غندير هذه 2 وهذه 4. دونك خديت واحد الدائره اللي هي المعيار ديالها الشعاع ديالها هو 4. دونك هنا 2 4 هنا 6 هنا 8، دونك هنا غتكون لي 10 12 14 16.
دونك بالنسبه ليا انا اللي بغيت ناخذ هذا زد بي دو ابارتونير او سيركل دو غيون 4، ولكن المعيار ديال سي كوا سي موان بي سور 3. تعرفوا بان موان بي سور 3 هي هاد الزاويه اللي تعرفوا هذه بي سور 3، ان كوسينس دو بي سور 3 هو نصف، هو النص ديال هذه ها هو درت نصيره، والاخر غادي يكون معاكس ديالها، يعني موان بي سور 3 غتكون في هذا الاتجاه هذا. ولكن ما ننساش بان خصني ناخذ واحد الغيون اللي هو يساوي ماذا 4. دونك فوالا 4 يعني خاصها تكون هاد الانترسيكسيون هذه ديال هاد الدروات اللي هابطه من هنايا مع هاد الغيون هذا هي غتعطينا النقطه ا، بينما النقطه بي بشنو هو العكس ديالو، هو 4 بي سور 3 يعني غادي يكون في الاتجاه الاخر. يعني فوالا اذا كنت نعطيكم هنا نقرب لكم لاني ما عنديش تحت الدائره درتها بغير بيدي، ما درتش عنديش البركار الان اعتذر. دونك هذه هي لو بوين بي، اذا نوريكم كيفاش ديروا. يعني ان خديت دائره اللي غيون ديالها هو 4، اذا بنعرف بان هذه الزاويه راه هي موان بي سور 3. وباش عرفتها؟ لانه كوس دو موان بي سور 3 هو موان زان هو ان دومي، هو النصف ديال هذا. دونك ها هي. دونك بالنسبه ليا انا النقطه ا تعرف بان خصها تكون تنتمي الى عند الشعاع هو 4 فوالا، ولكن المعيار ولكن الزاويه خاصها تكون موان بي سور 3 فوالا. دونك ها هي موان بي سور 3، دونك هي دي. ولكن بما انها عفوا شي هناك خطا، بما انك قلت بان النقطه ا تنتمي الى الدائره فهو المعيار ديالها شحال قلنا خدينا 4، لان 4 خديتها هي هذه. دونك هذه هي لو بوين ا، ولو بوين بي هي هذه فوالا. اعتذر هنا لان علاش، لان المعيار لان ا و بي تنتميان الى نفس السيركل لي دو غيون ار ايغال ا 4. اذا فوالا لو بوين ا المعيار لاغيمون ديالها اي لونغل هو مون بي سور 3 اي ابارتيان او سيركل دو غيون 4. اذا بالنسبه للسي، لان السي عندها يويت دونك غير، دونك فوالا لو بوين سي. اذا ما كاينش حتى اشكال هنا، اعتذر على هذا الاختلاف لان سبق لي ودرت هاد الارقام عاودتها، دونك وقعت في ارتباك فيما يخص لو بلاسمون دي بوين ا و بي. اذا بالنسبه لكم انتما ساعيد للتذكير فقط، قلت بان لو بوين ا لان عندنا زد ا اي زد بي، زد بي المعيار ديالها هو 4 ولاغيمون هو بي سو 3، دونك دو سو تروفي سور لو سيركل دو غيون 4 اي داغيمون بي سو 3. دونك فوالا دو سو تروفي سور لو سيركل دو غيون 4 اي داغيمون بي سو 3. دونك فوالا لو بوين بي، او لو بوين ا بيان سور سي لو سيميتريك دو ا بارابور ا لاكس دي ريال. دونك فوالا لو بوين ا. Donc il nous reste maintenant à passer à la question suivante, il y a un avoir figure. Donc la question 3, c'est on pose z égale à za moins zc sur zb moins zc. Donc on vous donne déterminer le module et l'argument. Donc il faut d'abord calculer za moins z, c'est-à-dire c'est 2 moins 2i racine de 3 moins 8. Sur 2 plus 2i racine de 3 moins 8, c'est-à-dire moins 6 moins 2i racine de 3 sur moins 6 plus 2i racine de 3. Donc, si je fais mon calcul, bien sûr, c'est moins 3 moins i racine de 3 sur moins 3 plus i racine de 3. Donc, vous allez multiplier par le conjugué. Donc, voilà, ça vous donne ça au carré sur 9. Plus 3. Donc si finalement vous faites votre calcul, vous allez trouver c'est 1 demi plus 1 demi i racine de 3. C'est-à-dire que le module de grand Z c'est 1 et l'argument de Z c'est l'argument de ça qui n'est autre que pi sur 3. Alors voilà. Ensuite, en fin de compte, déterminer ça c'est pour la question A. Pour la question B, on doit dire la nature du triangle ABC. Donc vous avez un triangle ABC. On a montré que, on va montrer bien sûr que d'après Z, le module de Z égale à 1, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que c'est quoi Z? Z, c'est ZA moins ZC, c'est-à-dire c'est CA sur
CB égale à 1, c'est-à-dire que CA égale à CB. Donc là, CA égale à CB, donc c'est un triangle isocèle. En plus de ça, vous avez l'argument entre l'angle CA, c'est pi sur 3, mais NA, CB, CA, c'est quoi? C'est l'argument de CA sur CB, c'est-à-dire argument de Z, qui n'est autre que pi sur 3. Alors, si cet angle-là est pi sur 3, vous savez que la somme des angles d'un triangle est égale à pi. Donc, ça nécessite bien sûr que Zawiya B égale à bien à Zawiya A égale à Zawiya C, donc pi sur 3. Alors là, on peut dire que ABC est un triangle équilatéral. C'est-à-dire, مثلث متساوي الأضلاع. إذا بالنسبة لهذا السؤال، une fois j'ai l'angle هنا C، c'est déjà pi sur 3، alors la somme des angles est égale à pi. J'en conclus bien sûr que l'angle A est bien égal à l'angle B, c'est pi sur 3, ce qui prouve que le triangle en question, c'est un triangle équilatéral, donc متساوي الأضلاع. إذا voilà هذا التمرين استسمح في الخطأ اللي سبق وأشرت له مسبقا. إذا أعتذر وتنتظر دائما منكم التعليقات الإيجابية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.